الحاجة بتاعتنا تبقى مظبوطة نجيب كزرونة أو حلة، نجيب كزرونة أو حلة نحطها على النار، وزي ما قلت لكم عايزين تزودوا سكر مفيش مشكلة، يعني لو عايزين تحطوا على الكيلو ونص ده كيلو ونص سكر أنتوا حرين، عايزين تحطوا ربع كيلو سكر أنتوا حرين. القرع العسلي هو فيه سكر، القرع بيبقى اسمه القرع العسلي بيبقى فيه سكر، فمش محتاج سكر كتير، بس في ناس بتحب تحط سكر كتير. وطبعا انا كل يوم بقول لكم نصيحه، النهارده هنقول نصيحه عن القرع العسلي. هو دايما يقولوا ان القرع العسلي صحي، ليه؟ لان القرع العسلي فيه كميه الياف رائعه بتفيد، بتعمل كملين للمعده، بتفيد بتعمل كملين للمعده، وكمان هو مقوي جدا للرؤية، مقوي جدا للنظر. طبعا المعلومات دي انا ما بقولهاش كده لان انا مش طبيب، ولكن بنجيبها من مصادر موثوق بيها، معلومات الطبية دي بنجيبها من مصادر موثوق بيها، عشان كده بينصح دايما ان احنا ناكل القرع العسلي.